ولا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والله أكبر كبيرا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأسفيلا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دين إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.